دقنا الموت، ثلاثة أيام بدون أكل بدون شرب. الأولاد صرنا نسقي أولادنا بمية المطر، صرنا يعني ننضرب. اللحظات الأولى لدخول أهلنا السوريين من الأراضي التركية إلى إدلب عبر معبر باب الهوى بعد أن سمحت السلطات التركية للسوريين المقيمين في تركيا بإجازة استثنائية نتيجة الزلزال الذي ضرب تركيا. والله الوضع سيء لدرجة، خصوصا اللي وقعوا بيوتهم مثل نحن وقعت بيوتنا بالإصلاحية، مدينة الإصلاحية وقعت بيوتنا، يعني ما ضل لنا حدا هنيك، فاضطرينا ننزل يعني، وجوازنا ضلت بتركيا لا تشتغل الحمد لله. اشو مشاهداتكم هنيك؟ اشو دقنا الموت، ثلاثة ايام بدون اكل بدون شرب. الاولاد صرنا نسقي اولادنا بمية المطر، صرنا يعني ننضرب مش لما نطلب اكل، والعالم تعمل مشاكل انه مشان نحصل اكل وحليب. انا ابني ثلاثة ايام ضل بدون اكل، يعني الدنيا فوضى هنيك، فوضى لدرجه. والغلا اللي سووا لنا اياه يعني اجارات البيوت، الغلا كل شيء يعني الحمد لله على كل حال الحمد لله. شو أصعب شيء شفتيني؟ أصعب شيء هو أول ثلاثة أيام بعد ما طلعنا من تحت البيت، نحن ضلينا يوم كامل تحت البيت، وقع بيتنا بعد ما طلعنا من تحت البيت يوم كامل، لما انتقلنا على الخيام تحت المطر ما حدا يساعد حدا، بعد ما نبني خيمة ياخذوا لنا إياها الأتراك، هذا الشيء اللي دقناه. ولما يومين بدون مي وأكل للأطفال هذا الشيء أصعب شيء. خليني ركز، أنتوا شقد ضليتوا تحت الأنقاض؟ ضلينا من الصبح للمساء تحت الأنقاض، طالعونا جماعات مثل الموت، يعني الموت كان أهون من اللي شفناه. راح لكم حدا؟ لا الحمد لله. سوريين شفتي هني كثير ناس راحوا؟ كثير، أنا رفقاتي كنت أشتغل عن جماعات راحت كثير عيال، والحمد لله على كل حال. وين أكثر منطقة أنت كنت وين بين المطر؟ الإصلاحية. بالإصلاحية؟ كثير بيوت دمرت؟ دمرت كلها الإصلاحية، ما ضل بيت على بيت فيها. 100 أهلين، 100 أهلين. على سلامتك يا مي. الله يسلمكم يا أبوي، الله يسلمكم. مرت خاله ماتت هي ولارا، أصدل خاله وبنت صغيرة مشقوقة راسها، هي عن بيجد بدنا نروح نطمن عليهم. الحمد لله على سلامتك يا أمي. الله يسلمك يا حبيبي يا عيني يا روحي. وين كنت ساكنة هنيك؟ لك ما بحب المقابلات، الله يرضى عليك. يلا ما علي، بس مشان نقول لك الحمد لله على سلامتك. الله يسلمك يا روحي. شو صار لك ما جيتي لهون؟ صار لي 5 سنين. الحمد لله على سلامتك. كنا بمرعاش. مرعاش؟ ايه. مركز الزلزال. مركز الزلزال. الحمد لله على سلامتك، معناته الله كتب لك عمر جديد. الله يسلمكم ويخلينا اياكم. كيف الوضع هنيك يا امي؟ تعبان والله. والله الوضع شيء بتعرفوا انتم. وضع شيء جدا. يعني 70% بالنسبة للبناء لاحظ شلون سيدي، واللي ما تحت الانقاض لحد الان في جماعة تحت الانقاض. والله سبحانه وتعالى سلم. في كثير من اهلنا السوريين هنيك ماتوا؟ في عدد والله ما بعرف يا ابني، والله عدد كل يوم كل يوم كل يوم كل يوم كل يوم كل يوم عدد كثير، عدد كبير يا ابني. الحمد لله على سلامتك يا اخي. الله يسلمك يا اخي. معلم لحظة وقت ضرب الزلزال كنا تقريبا بالارض شي 200 واحد نزلنا من البنايات. انا من صابت من 12/12/2015 ما مشيت من دون علاجات، صرت عامل 39 عملية. بلحظة ضربة الزلزال شلون مشيت من دون عكازات؟ اقسم بالله ما بعرف. احكي لي حجي وين كنت ساكن؟ والله كنت بكرمان مرعاش. مركز الزلزال. مركز الزلزال. احكي لي شو شفت؟ والله المدينه بدي اقول لك راح فيها دمار شال كبير، لكن نحن صايرين على حرف الجبل من فوق، الحمد لله من فضل الله بيوتنا ما صار لها شيء. اما ضمن المدينه تحت دمار كامل. احكي لي حجي اشو شفت؟ اشو مشاهداتك هني؟ مشاهداتي بنايات كلها بالارض وقتلة كتير، والناس عم تستغيث يطالعوا الناس من تحت الانقاض. في عالم ضلت 5 ايام، في ضلت 4 ايام، في ضلت 6 ايام، في ظلام عالم لهلا تحت الانقاض. وفي عالم طلعت طيبه من فضل الله سبحانه وتعالى، وفي عالم الله يرحمها ويجعلها من الشهداء. أصعب مشهد شفته أنت خلال هالأزمة؟ والله كله مأزي، يعني ما بشوف البناية نازلة فوق أهلها، شيء بيأذي القلب يعني. سبحان الله، الله يرحم أمة محمد كلها. كيف الوضع هنيك؟ والله يا خالتي الوضع مكركب، الله يكون بعون البشر. وين كنت بأنهي منطقة؟ بالريحانية والله. جذور البيت يعني عندي أنا من تحت كليات وشاقيق، والحمد لله على سلامة الإسلام كلهم. الحمد لله على سلامتكم. الله يسلمكم، الحمد لله على سلامتكم أنتم كلهم.